بلدنا بجد هتبقى اجمل وفي ظرف وقت قصير قوي، هتبقى في مكانه تانيه خالص. استني انا اللي هقوم افتح بطي هنا. لازم نبقى اقوى شعب زي ما احنا نستحق كده. يعني انجح شعوب في الدنيا هي اللي بتبقى عندها التفاهم. عندنا قصه. مساء الخير يا ست رانيا. ايوه ست نعيم، منى كلمتني وحكيت لي على كل حاجه. في الحقيقه انا مش شايف اي مشكله في اللي حصل مني. ممكن تخطف رجلك لحد الشركه وتسالي، هتلاقيني بعمل جمايل وخدمات اكتر من كده مليون مره للموظفين اللي شغالين معايا، وجمايل بدفع فيها فلوس بجد، مش زي معاكي قلت اني دفعت. كتر خيرك، كتر الف خيرك يا باشا، ربنا يقدرك كده على مساعده الناس. مش مصدقاني، زي ما اكون بسرح بيكي مش كده؟ خلصت كلامك؟ تعال بقى نتكلم على المكشوف بما ان حضرتك جيت لي لحد هنا. لا لو على المكشوف يبقى لازم اسمع لك طبعا. الكلمتين اللي حضرتك قلتهم لي دلوقتي ما فهمهمش، ومجيتك عندي النهارده تحسسني بعوق اكتر. دي لو موظفه عندك بقالها سنين ما كنتش هتعمل كده. اشحال دي لسه متعينه عندك من يومين تلاته، تنزل وتهز هيبتك بجلالة قدرك وتيجي تطلعني من الاسم وتجيلي لحد هنا عشان تشرح لي؟ اهدى، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ هي الناس فجأة كده بقت تحب بعضها لله في لله؟ مفيش حاجة لله في لله يا ست نعيمة، انتي بس اللي مش عارفة قيمة بنتك في السوق بتاعنا. انا محتاج دماغ منا. منا ممكن تكسبني فلوس كتير قوي، اكتر بكتير من اللي انا قلت اني دفعته. ولما اعمل جميلة زي دي وانزل بنفسي مرة واتنين زي ما بتقولي، ده اسمه تقدم السبت عشان تلاقي الحد، عشان لما نيجي نمضي العقد او يبقى في اي معاملات مالية ما بيني وما بينها تشيل الجميلة. ولو جت شركة تحاول تاخدها من عندي هي من نفسها تقول لا، ده الراجل ده وقف جنبي في يوم من الايام. ده اسمه بيزنس يا ست نعيمة. على المهم مش جاي اضغط عليك ولا جاي اغير لك فكرة ثابتة في دماغك، وطبعا ما اقدرش اجبرك تعملي حاجه، انت حر، دي بنتك وده مستقبلها وانتوا احرار. انا بس حبيت اشرح موقف اعمل اللي عليا يعني. بس خليني قبل ما امشي بس اقول لك حاجه، لو فضلتي عنده مع بنتك كده هتضيعي عليها فرصه عمرها، ومش هتكلم اكتر من كده تفتكري ان انا عندي غرض شخصي ولا حاجه. فوتك بعافيه يا ست نعيم. هو الجدع ده قال ايه؟ انا مش فاهم. كان بيقول لك خلي بالك من بنتك يا ماما. الف هنا وشفا على قلبك يا حبيبتي. مش هتصمميني المره دي بكلامك يا حماتي عشان ابطل اكل. هفضل اكل برضه عشان انا جعانه. لا ما احنا عارفين، ده انت لسه طالعه من حجز. الف هنا، عقبال ما نجاملك بعد خروجك يا نجات. نغرف لك تاني؟ لا يا اختي خليكم فخادين، انا ما عاوزه بقوم اغرف بنفسي. حوده حوده، الحمد لله على السلام. ها جبت الميكروباص يا اختي؟ قولي الحمد لله على سلامته الاول. بكره الصبح يا سماح الراجل هيجي الفجر من المحله ان شاء الله. ايه يعني مش هتفسح بيه النهارده؟ لا اللوم عشان تعرفي تتكلمي، وانت بتقوم محضري لي غير نضيف عشان اخش اخد دش. كلي يا حبيبتي كلي. اكل ايه يا اختي؟ انا ولا حته لحمه ولا حته زفر، كانت منيله. ما هو الحق مش عليكي. يعني انت ناوي تعمل ايه؟ معرفش. هو قال هيشغلنا معاه في السنتر، وادينا ما شفناش حاجه لحد دلوقتي. يا عم هات معاه النهايه بقى وننجز بقى في الحوار. ما تشوف بس موضوع الاصولات اللي الحاره كلها ملطوطه فيه ده. انا عظيم انا دماغي ورمت من الحوار ده. بقول لك ايه كرم، اهو تعالى نسأله. تعالى نسأله يا عم جامد. السلام عليكم يا كرم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله صحيح سمعناها يا كرم. سمعتوا ايه؟ الفعل ست أم منة سدت فلوس لحاج نور في الاسم. سدتها وخلصنا. ولا اسمعوا بيلسن على أم منة ولا بيتها عامل معاها أسخن من اللي عملته في أبو الحاج بتاعكوا ده. يا عم احنا مش بنلسن. طب بالراحة بس يا كرم. يعني نور دلوقتي ملوش حاجة في البيت بتاعكوا؟ ولا يقدر يهوده. عقبالكم. عقبالنا؟ عقبالنا ايه بس؟ كل سنة وأنت طيب.
واحنا ولا اهلنا حالتنا حاجه عشان نسدها؟ بصراحه بقى اللي انا اعرفه ان ريلي بيت ما يسيبوش حتى لو يتهد فوق دماغه. اللوم مش على اللي ممسوك عليه وصولات يا حسني، دول غلابه وربنا يرزقهم. اللوم على الاهبل اللي بعبي مليم. تشكر يا كرم. ايه يا عم؟ هتقلد ثوره في الحته ولا ايه؟ انا ثوره ولا هم، هي ناقصه. ما طلعت خمت. فلت ولاد الكلب. البيت بقى بتاعهم. يعني منهم اللي عايز يشتري عدل ويطلع منها عم نوف. ده ممكن يطلعوا منه بأرنب ولا اتنين ولاد المحظوظة. يا عم صلى على النبي. عايز السلام. أقل ما هدوا على دماغهم. كده كده المنطقة دي هتستوعب الأرض قريب. يا عم مش صاحبك ده. ماليش صحاب. اشربوا يا رجالة. نور انا هتسجن يا منصورة. ليه؟ ايه اللي حصل؟ تعال ادخل. ادخل. الحمد لله ان جوازتك الاخرانيه طولت يا حاج. انا قلت يمكن لقيت الست اللي تستريح معاها. استعبطي، انت عارفه كويس قوي ان انا بستريح شغل معاكي. ماله بقى، هي اسمها ايه؟ اسمها سمية باين؟ معلش يا حاج اعذرني نسيت، اصلي مش ملاحقة احفظ اسامي وراك. حقك يا منصورة، اضربي زي ما انت عايزة، حاسسيني انك عاتبة وشايلة براحتك. انا لا عاتبة ولا شايلة، صلى على النبي. فيش الكلام ده يا حاج، انا مش من حقي ان انا اتكلم اساسا. انا بقالي سنين ساكتة وبسمع وبس. وانا جاي النهارده عشان اسمعك. اتكلم يا منصور. اتكلم؟ اتكلم اقول ايه؟ انت عايزاه جد؟ يعني طيب اقول كلام جد ولا كلام طبطبه وتطيب خاطر؟ قول يا حاج، دوس على الزرار اللي يعجبك عشان اقول كلام يريحك. منصوره. طب نقول الجد بقى. تزودتها المره دي قوي يا حاج. افتريت زيادة عن اللزوم وكأن مفيش حد في الدنيا دي كلها غيرك. ولاد ناس زي ابنك دول اللي انت عايز تشردهم، سواء نعيمة أو غيرها. كنت عايز أشردهم كنت لعبتها قرار الإزالة، لما أنا صبرت عليهم وأعوضهم كمان. طالما قلتها تبقى في نيتك، ونزنقت معاك الدنيا هتطربقها فوق دماغهم. حقي أرض أبويا. دلوقتي بقى أبوك؟ طب أنا أسألك سؤال واحد يا حاج، من ساعة ما أبوك مات لحد دلوقتي عيطت عليه مرة واحدة؟ ما حصلش. ماشي يا منصورة، أنا همشي دلوقتي وهبقى أشوف الواد بعدين. عيط على ابوك يا نور، وما تنساش اخوك بالمرة. تعالي نرجع يا منصورة، انا قلتها لك بدل المرة 10. تعالي نرجع. مش هينفع، انا مش امك ومش عايزة ابقى زي امك، ومش هسمح لابني يبقى زيك. زي ايه؟ هو ده كلام الجد اللي اتفقنا نتكلم فيه؟ تفرق ايه انت عن ابوك اللي كان راكن امك على الرف وداير يبص للستات؟
هو على الاقل بالطلاق انا بخلي صورتك كويسه قدام ابنك وانت بعيد عنه. انا عايزه انام يا حاجه. تصبح على خير. جيتي للحق، دخلت الراجل ده علينا الليله دي تخلي امك لو انا تقلق اكتر. ما ترسيني هو ايه الحوار بالظبط؟ انت من امتى وانت بتخبي حاجه عليا؟ نامي يا هنا، نامي يا حبيبتي، بقالك ساعتين بتزيدي وتعيدي في نفس السؤال. طب تصدقي بقى ان انا مش هنام ولا هيجي لي نوم غير لما اعرف ايه الحوار بالظبط. بت في حاجه كده ولا كده؟ طالما انتي وامك مش مصدقين كلام الراجل ده بقى انتوا مش عارفين قد ايه انا شاطره في شغلانتي، فدي مشكلتكم انتوا. عليا انا برضو الكلام ده؟ قولي والله العظيم هقول حاجه لماما، والنبي قولي بقى. مرافقه يا ست هنا، ماشيه معاه في الحرام. خلاص ارتحتي؟ ننام بقى؟ هو لو انت شاطره قوي كده في شغلانتك والراجل ده مساندك يبقى كلها سنتين ثلاثه وهنتنقل على ثانيه. وانت يا بنت ناويه تستقطي معانا وتخلعي لوحدك؟ نتنقل اروح بس شغل الصبح وبعدين نشوف هنتنقل ولا هنعمل ايه في حياتي. هتروحي امك يومين ثلاثه وهتروحي. هي بس مش هين عليها تحس ان احنا عرفنا انها سرقت، خايفه ان نستصغرها ونيجي عليها. وقامت قومتها دي عشان خاطر تلغوش على الحوار، ما انت عارفه امك دي نضيفه قوي يا هنا، نضيفه لدرجه ان هي مش عارفه ان احنا كبرنا وبقينا عارفين الدنيا كويس. عارفه هي داخله تتخانق معايا؟ كان نفسي احضنها وطبطب عليها وقال لها ما تزعليش انا عارفه انه كان غصب عنك، عارفه ان انت كان عمرك ما تمدي ايدك على حرام. تحت اقول لها عارفه ان الدنيا دي بنت كلب، لما بتضايقها على الواحد ممكن يعمل ايه. بس لما ضربتني كل حاجه اتغيرت، حسيت اني عايزه اقف ادافع عن نفسي بس أرد الكلمة بكلمة. بس ربنا يعلم بحبها قد إيه وصعبانة عليا قد إيه، حاسة بيها إزاي. هاتلي نتراهن ده يمكن بكرة الصبح كمان تقومت من النوم وتقول لك روحي الشغل. هتشوفي. ننام بقى؟ ننام. صباح الخير يا ست الكل. طب انا عايزه اروح الكليه. طيب زهقت من قعده البيت يا ماما، ردي عليا. طب يعني انت دلوقتي نازله واخده موبايلاتنا، افرض احنا عايزين نوصلك، نوصلك ازاي دلوقتي يا ماما؟ يا ماما ما ينفعش كده والله. تهدي على نفسك شويه، احنا لسه بنقول يا هادي، مش عايزين حد ياخد باله. لا يا حبيبي، الكلام ده كان امبارح ولا اول، اما كنا بيسرقونا وعنينا في الارض، لكن احنا دلوقتي خلاص احنا قدام التخين ابيض وفي السليم. كنا سارقين ولا كنا سارقين؟ بتزغرطي يا وليه منك ليه؟ وصلوا على النبي كده وبطلوا الحقد اللي في قلبكم ده عشان ربنا يكرمكم زينا.
ربنا يبارك لك فيه يا ابني ويجعلها وش السعد عليه. الله يخليك يا ام. علينا يا حماتي، وش السعد علينا يا اختي. وماله يا حبيبتي عليكوا؟ هو انا قلت حاجه؟ واد يا حوده تعالى نلفلف بقى شويه كده ونتفسح. نعمل ايه يا اختي؟ في ايه مالك؟ نتفسح ونكلكس ونقيص، ده احنا ما صدقنا. ما تصبري يا اختي شويه، دي ساعه الظهريه وخروج موظفين وفي عطله في الشارع، حد يتفسح في ساعه الظهريه؟ هي الدنيا طارت؟ اه طارت يا بوز الاخص، انا عايز اتفسح يا حوده. بالليل يا سماح، خلص بس الورق بتاع الميكروباص واعمل كام مشوار وبعدين يا حبيبتي بالليل براحتك. يلا يا اختي، يلا نور بتنجان مش وقت فسح. عليا النعمه لو ما سكت اختك انا هعرف اسكتها بطريقتي. اكتمى بت انت لاكلك على بوزك، سماح دي ستك. ماشي حالك يا امي، ماشي حالك. استني هنا، مفيش سنترال النهارده. هو ايه اصله ده؟ ليه؟ هخش البس هدومي ولا عشان هتنزلي معايا؟ ننزل نروح فين؟ خير؟ انت مش عارفه المدرسه اللي شغاله فيها عبير؟ انا عايز اروح لها المدرسه دلوقتي حالا، عايز اشوفها. تشوفها ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ عبير بتقرطصني. بنت الكلب بفتح شنطتها امبارح لقيت فيها 500 جنيه. مدرسه دي بقى اللي بتدي 500 جنيه فوق المرتب. يا طه اخذ شطارك يا طه. انا بعت استني اسم. بعدين انا مش فاضيه لعب العيال ده، انا ورايا شغل. ما انت لو ما نزلتيش معايا دلوقتي حالا يبقى انت كمان ماشيه معايا في البطال. اترزق لحد ما البس. ايوه وفاء الزن ده في ايه؟ ايوه يا وفاء عايزه ايه؟ ما بترديش ليه يا عبير؟ بشتغل. ايه في ايه؟ طه راسه ألف سيف، أنزل دلوقتي حالا أجيبه ليكي المدرسة اللي بتشتغلي فيها في التجمع. يعني إيه؟ اللي هو لبسه في الحمام وسحبني من إيديا عشان أجيبه لك. أجيبه لك فين أنا أصلا؟ يا نهار أسود أمي، بس إديني العمل أنا دلوقتي من الليل يا وفاء. أنا غلطانة، سمعت كلامك ارتحتي دلوقتي؟ ارتحتي؟ أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أعمل إيه؟ الله يخرب بيتك. طب بعدين يا وفاء، يلا اقفلي اكلمك تاني بعدين. في ايه يا عبير؟ مالك وشك احمر كده ليه؟ حرانه شويه، الجو حر قوي النهارده. انا هدخل اغسل وشي و محتاج اكمل شغل بعد اذن حضرتك. طبرتي صوتك عشان شهيرة ما تسمعكيش. لو سمعتك ده في مشكلة ليا أنا شخصيا يا عبير. أنا هنزل أروح أي حتة، أنا مش عارفة أتلم على أعصابي ولا عارفة أقعد في البيت. إهدي يا عبير، بلاش توتر من فضلك عشان نعرف نفكر نتصرف إزاي. أنا مش عارفة أتصرف ولا أعمل حاجة. تعالوا عارفة تبقى مصيبة. بصي، أنت تروحي لشهيرة دلوقتي وتقولي لها إن في أي مصيبة حصلت عندك في البيت. تنزلي دلوقتي حالا تروحي على العنوان اللي هديهولك ده، تستنيني هناك، ده قريب من البيت مش بعيد. وحيد الله يا نعيمه. لا اله الا الله، ما هي كل ما بضيق بيا بجيلك. الصراحه انا خايفه ربنا يعاقبني في بناتي. يعاقبك؟ ايه يا اختي الكلام اللي بتقوليه ده؟ والله يا شيخه فوتنا، انا بقالي اسبوع مش عارفه انام. ما تفكريش كتير، ركزي بس في عبادتك وشغلك وبس. شغلي؟ تصدقي وتأمني بالله، لا إله إلا الله، أنا طول عمري عندي نزناز بينخور في نفوخي، بيقول لي يا بت يا نعيمة زي ما بتاخدي بنات الناس وبترميهم في بيوت غريبة مع ناس غريبة، دوقي بقى اللي هيحصل في بناتك. ولا أنت فاكرة أن بناتك أحسن من بنات الناس؟ ألا إيه الجوازة اللي أنت جبتيها لي دي يا أختي؟ وكتاب الله ما كنت أعرف أي تفاصيل، ولما طلبت اعرف من اللي اسمه مازن ده اي معلومات ما ادانيش اي حاجه، وقال لي نعمل مقابله الاول. طب انت شايفه يعني ان انا اسيبهم كده يروحوا مني وانا مش فاهمه حاجه؟ يا نعيمه، زمانهم غير زماننا، سيبيهم يعيشوا وعينك عليهم برضو. ما تضيعيش الفرصه على بنتك، منا ده شغلها، لا انا ولا انت نفهم في حاجه، تضيعي عليها الفرصه ليه؟ وهنا دي خطوبة، يا ربنا تمم بخير، يا قلنا له متشكرين فرصة سعيدة،
سيبيها هي تشوف بنفسها وتعرف. هندخل يمين ولا ايه؟ ايوه ايوه يمين. يا مش دي المطاعم ولا ايه؟ انت مش عارفه طريق المدرسه ولا ايه وفاء؟ انا ما جيتش معاها غير مره واحده، عارفه كده الطريق بالشبه قطاع التجمع انا يعني. ايوه بص هو على شبه المول اللي هناك ده. بص يا اسطى انت خش يمين وبعدين خليك طوال. خير يا وفاء؟ بتقدر لها حاجه؟ لا يا اختي هو طه بس كان جاي يطمن عليكي. يطمن عليا وده اسمه علي برضه يا طه؟ يعني تلبي المشوار ده كله وانت في حالتك دي؟ نزلني من وسط شغلي على مال وشي عشان تطمن عليا؟ خلاص يا اختي انت هتديني درس في الشارع ولا ايه؟ انت سايباها في البيت لوحدها وفاء اخص عليكي. لا يا اختي سايباها مع نجات بتلعب مع العيال. انت كويسه؟ الحمد لله. طب يلا اتكلوا انتوا على الله بقى عشان ارجع انا اكمل شغلي. ان شاء الله بقى. يلا يا اخويا. يلا. خلي بالك من بنتي وفاء طمنيني عليها. حاضر يا حبيبتي. سوري يا مستر لؤي بس البنت غلبانه جدا بجد وجوزها مجنون وكانت هتبقى مشكله كبيره قوي لو ما كناش عملنا كده. حصل خير يا دكتور وليد. شكرا. ميرسي قوي. الف شكر. مش عارف اشكر حضرتك ازاي على عملته معايا. ما تشكرنيش ولا حاجه يا حبيبي حصل. مالك يا اخويا قاعد كده ليه؟ كنت نازلك لقيت الجو مكهرب جوه. مكهرب ليه؟ ما هم مرزوعين جوه. انت مش مربيه فراخ عندك في العشه يا نعيم؟ اديهم موبايلاتهم، دول بناتك. اللي انت بتعمليه ده غشوميه مش شده. تشكر على النصيحه يا اخويا. اكلت ولا تخش تاكل معانا؟ ما اكلتش يا نعيم. اطفي بقى السيجاره دي وتعالى ورايا يلا. البيت زي الزفت ما نظفتوش ليه؟ ماما انتي ظلماني على فكره. انا لا عليت صوتي عليكي زيها ولا حتى قلت ادبي ولا فتحت بوكي، يعني انتي واخداني بذنبها. يا ماما حرام عليكي انتي مش عارفه يعني ايه نبعدين من غير موبايلاتنا. شيخه اتنقلي بقى واسكتي شويه. والله العظيم ما عرفت انا بتقولي ده عشان انتي زعلانه مني. على فكره مش بتمحلس لك عشان حاجه، انا بحبك وما بحبكيش تبقي متضايقه. يا ايه السلطه وانا هقمر العيش. حاضر يا حبيبتي. طب والله ولا ليها اي طعم جنب الكفته بتاعتك يا نعيمه. يا اخويا اي حاجه تسد صراحه ما كانش ليا نفس اقف واعمل اي حاجه. صحيح قال هي الست ام كمال مش ناويه ترجع تاني ولا ايه؟ قتلت مرات ابنها خدت الشقه وقعدت فيها. صدقت اعملها. ما هو كمان زي قلته ابنها ده خلفت غم. عندك حق. يا بنات الشيخة فوتنا ليها طلبية، مين اللي هتساعدني في عمل الطلبية؟ مهرجان الطبخ للجميع ده تاني؟ يعني هتبقى حبسة في البيت ووجع دماغ كمان؟ لا ده كده كتير بجد. لا ما انتوا من بكرة هتنزلوا أشغال. انت هتروحي الجامعة وانت هتروحي الشغل. خدوا موبايلاتكم اهي كمان. يلا يا ستي. يا حبيبتي يا ماما. أنا مش هكمل القرف ده، أنا هقوم أسخن أي بواقي من الأكل بتاعك أحسن. والله عندك حق. مش احلى من اكل نعيمة، اغرفني معاكم النبي يا كرم. البيت سماح هي اللي فاضيه، كل النسوان ايش اللي شبكت في الشغل وايش اللي اتسجنت وايش اللي غارت على بلدها، مين اللي هيساعدني في الطلبيه؟ معلش يا نعيمة عايزك لحظه. حاضر يا اخويا. مالك في ايه؟ مالي في ايه؟ هو انت هتقفليها عليهم وتطلعي عين اللي جابوهم، يا تفتحيها كده وانت لسه مش فاهمه حاجه؟ مش فاهمه ايه؟ انت كنت تعرفي الراجل ده لما تسيبيها تنزل الشغل، سهل كده يضحك عليكي بكلمتين وحض. الراجل جالي امبارح وفهمني الشغل ماشي ازاي. وكمان جالك هنا؟ انت شايفه ان ده عادي؟ ايه؟ انت خارعه درس العقل ولا عارف الهبل انا بتاعتك عندك يا نعيم؟ لم لسانك يا ابن بدريه. ايه؟ انت اللي هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ لا انا اللي عارفه فين صالح بناتي. انت كنت افتكرت روحك راجل البيت بجد؟ لا يا حبيبي، انا راجل البيت وست البيت من زمان، زمان قوي. فين يا ماما مالك؟ في ايه؟ مفيش. ماله ده قال لك ايه؟ كله ولم وراك. رايحه فين؟ رايحه اشوف اكل عيش. يا
خلاص بقى يا عبير، انت بقالك ساعه بتعيطي. امال لو ما كانش ربنا ستر كنت هتعملي ايه؟ حسبي الله يغصب عني. انت اول مره اكدب على طول في حياتي. كنت حاسه ان انا ممكن اقول له كل حاجه. ان انا كدبها طه قدام فاهمه يضحك عليك. حق تشك فيا. خلاص لما تروحي البيت احكي له على كل حاجه وزي ما تيجي تيجي. احكي له ايه بس؟ انا لو عارف حاجه زي كده ممكن يقتلني فيها. حضرتك عايزني اروح اقول له ايه؟ اقول له يعني بشتغل في بيت. وماله لما تشتغلي في بيت؟ هو بيت عزاب، ده بيت محترم، ساكنه فيه عيله، فيها طفل وفيها ست، مفيش مشكله يعني. اهدي يا عبير، اهدي. وبعدين ما انت لازم تفهميه، وانت بتعملي ده علشان خاطر مين؟ انت بتعملي كده علشان خاطر بيتك وبنتك. هو انت يعني غاويه الشغل في البيوت؟ اهدي بس، اهدي اهدي واشربي لمون.